على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 700 من في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا بد أن أبدأ فأعتذر عن غيابي عن درس الاثنين الفائت، وقد وعدت أن أحضر ولكن لم يتيسر لي الحضور، وقد كنت مسافرا خارج القطر، فاقتضى الأمر أن نعتذر. ليست هنالك أسئلة متعلقة بدرسنا قط، ولكن هنالك موضوع قد يكون هاما. أخ يقول: إحدى النساء اتصلت بأخواتها وصديقاتها لتخبرهن أنها علمت مني أنا أنني صمت يوم السبت الذي كان قبل يوم أول رمضان. تقول أنها أخبرت زميلاتها بأنني يوم السبت كنت صائما، وتدعوهن بذلك إلى الصوم، وهو يعلم الأخ السائل أنني لم أكن أصلا هنا، كنت مسافرا. فالواقع أن هذا كذب، وهذه التي اتصلت بصديقاتها أو بزميلاتها بالتليفون تخبرهن أنني صمت يوم السبت خلافا لما أعلنته الدولة، هذه إنسانة مفترية تكذب. أصلا أنا لم أكن هنا في هذه البلدة، وهذا غير صحيح. سؤال آخر من إحدى النساء عن موضوع سبق أن ذكرناه، تقول: هل يجوز للمرأة عندما تكون تمر بالعادة الشهرية أن تحضر هذه الدروس؟ لا يجوز، لأن المكان الذي تحضر النساء فيه جزء من المسجد، سواء صلت في مكان بعيد عن المكان الذي يصلى فيه أو في داخل المكان الذي يصلى فيه، المهم كله مسجد، ولا يجوز ذلك بحد صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأسئلة الأخرى التي لا علاقة لها بالدرس يمكن أن يسألوها بعد الدرس إذا شاءوا، لا إشكال. ما زلنا في باب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريضة وأطعموا الجائعة وفكوا العانية. رواه البخاري. العاني هو الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها، ثمارها. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف يعني الثمار، ويطلق على الفصل السنوي كلمة الخريف، لأن الثمار تجنى في هذا الفصل، تكون قد نضجت، تجنى من أشجارها. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم.
فنظر إلى أبيه وهو عنده، يعني الغلام نظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذه الأحاديث الأربعة التي قرأناها الآن كلها تصب وتركز على شيء واحد، هو أهمية عيادة الإنسان المريض وما في حكم ذلك من إطعام الجائع والعمل على فك الأسير و يعني رحمة المسلمين بعضهم ببعض إجمالا. فهذه الأحاديث كلها تركز على هذا المعنى. وسبق أن ذكرنا أحاديث أخرى فيما يتعلق بهذا الموضوع، من ذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت لو أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إلى آخر الحديث، وكنا شرحناه في آخر درس مضى. الشيء الذي ينبغي أن يلفت نظرنا من هذه الأحاديث الكثيرة، وهنالك أكثر من هذه الأحاديث التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحابب والتزاور، وأن يعود الإنسان أخاه المسلم إذا مرض، وأن يفك الأسير إذا وقع في الأسر طبعا بدون حق يعني، وأن يتحسس أخبار الفقراء والجائعين فيطعمهم مما يستطيع. لماذا يركز المصطفى صلى الله عليه وسلم بل الإسلام على هذا؟ لأن الإسلام جاء لهدف قدسي دنيوي واحد، وكل الأهداف التي وراءه متفرعة عنه، ألا وهو جمع المسلمين من نفاق ولم شعثهم وتحويلهم إلى أسرة إنسانية متآلفة متحابة. فوظيفة الإسلام في حياة المسلمين في دار الدنيا، لا أقول في الآخرة، مهمة الإسلام هي إيجاد الألفة بين المسلمين وسد ثغرات الخلاف والشقاق والتدابر وأسباب البغضاء مما بينهم، بحيث تصبح هذه الجماعة كأسرة متآلفة متحابة فيما بينها. هذا هو هدف الإسلام في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقياته، كلها يصب على هذا الهدف. طبعا إذا كان هذا هو هدف الإسلام، فهذه الأمور من الأمور الجوهرية فيه. ذلك لأن المجتمع الذي يرحم أفراده بعضهم بعضا، يسعى الأغنياء بسد عوز الفقراء، إذا مرض فيهم مريض الكل تسابقوا إلى عيادته وإيناسه وإخراجه من الوحشة وما إلى ذلك. إذا شاع في هذا المجتمع هذا الأمر، فلا شك أن أسباب الفرقة تضمحل، ثم تضمحل إلى أن تزول وتذوب، وعندئذ يصبح هذا المجتمع مجتمعا متماسكا متآلفا. إذا أصبح هذا المجتمع متماسكا متآلفا، حصن ضد كل المخاوف وحصن ضد كل عدوان، لأن العدو لا يستطيع
أن ينال من الأمة منالا طالما كانت متماسكة. ولذلك العدو عندما يجد أن الأمة التي يطمع فيها متماسكة يبدأ قبل كل شيء بماذا؟ بتحويل هذا التماسك إلى تفرق، وبعد ذلك يتغلغل فيما بينها ويفتك بها. هذا شيء معروف. فإذا كان الأمر كذلك، والإسلام إنما ابتعثه الله رحمة بعباده، جعل الله الإسلام حصنا للمسلمين ضد عدوان المعتدين، لا بد أن يكون هدف الإسلام قبل كل شيء لم شعث المسلمين، وإيجاد جسور الألفة والمودة الحقيقية فيما بينهم. لكي يتحقق هذا لا بد أن يوصينا رسول الله بهذه الأمور. مرض زيد من الناس ينبغي للمجتمع الذي فيه هذا الإنسان كله أن يسهر على وضعه، وأن يشعره بالرأفة له والرحمة عليه، وأن يسعى الأفراد جهد استطاعتهم لتطبيبه، لمعالجته، لإناسه، لمد يد العون له. وبذلك هذا الإنسان المريض يمتلئ قلبه حبا لهؤلاء الناس. شعر الأفراد المجتمع بأن فيه فقراء موزين محتاجين، يتحسسون الآخرون الأغنياء أخبار هؤلاء الموزين، أين هم، من هم، كم هم، ما أحوالهم، فيسعون لسد جوعة الجائعين ولإزالة فقر الفقراء ولإزالة البؤس والضنك عن البؤساء وهكذا. عندما يشيع في المجتمع بكلمة مختصرة التراحم بهذا الشكل الذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسور المودة تمتد وأسباب البغضاء تتقلص. ثم كلما امتدت جسور المودة بسبب هذه التصرفات تتقلص عوامل البغضاء، ومن ثم يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع متماسك متآلف يشيع فيه الإيثار بدلا من الأثرة، يشيع فيه التضحية بدلا من الأنانية. فإذا أراد العدو أن يتغلغل كيف يتغلغل؟ يدور ويدور، يجد هذه الأمة محصنة بحصن الوحدة لا يستطيع أن ينال منها. وقد قلنا أكثر من مرة إن اتحاد الأمة يفجر قوتها. القوة تأتي من الاتحاد، والغنى يأتي من الاتحاد، والعز يأتي من الاتحاد، والعكس صحيح، الذل يأتي من التفرق، الفقر يأتي من التفرق، الضعف يأتي من التفرق، شيء معروف هذا لا أشكال فيه. والإسلام جاء ليقي الأمة من التفرق ومن التشتت، من أجل أن يضمن لها العز، ومن أجل أن يضمن لها الغنى، ومن أجل أضياء أن يضمن لها السعادة إجمالا. هذا هو قصارى ما يهدف إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل المجتمع الإسلامي فيه غير مسلمين أيضا. عندما نقول مجتمع إسلامي، هذا المجتمع يضم يهود، يضم نصارى، يضم فسقة، يضم أناس يعني غير ملتزمين. طيب، هل هذا الذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعني يغطى به المجتمع كله بهؤلاء الأفراد أيضا؟ الجواب نعم. هذا التراحم أيها الإخوة لا يحجزه حاجز ديني أبدا، تراحم ينبغي أن يشيع في المجتمع بين أفراد هذا المجتمع وغير المسلمين، حكمهم حكم سائر من في هذا المجتمع. والدليل على ذلك هذا الحديث الأخير الذي يرويه البخاري، غلام يهودي في أسرة يهودية مرض
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاده. ما كلف رسول الله احدا من اصحابه ان يعوده، يعني على اساس ان هذا يهودي، كلف عمر او ابا بكر ان يذهب فيعود، لا، هو نفسه ذهب فعاده وجلس الى جانبه، جلس عند رأسه. طيب هذا يهودي، اذا المظهر الاول للرحمة زيارة هذا الانسان المريض، واساه، كلمه، دعا له بالشفاء. المظهر الاخر للرحمة الامر بالمعروف، من رحمة رسول الله به ان يدعوه للاسلام، قال له اسلم، يعني كأنه يقول له انت الان مودع وانت مريض، ربما تعافى وربما لا تعافى، فحاول ان تذهب للقاء الله عز وجل وانت مسلم. نظر الى ابيه يستشيره، فألهم الله والده ان يقول اطع ابا القاسم، اسلم وتشهد شهادة الاسلام، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مسرورا يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. وفي هذا دليل على ان الذي يدعو الضالين والتائهين الى الله لا يدعوهم على سبيل الحرب لهم وعلى سبيل الترفع عليهم، وانما يدعوهم على سبيل الرحمة بهم والشفقة عليهم. ودليل ذلك قوله الحمد لله الذي انقذه من النار، ما قال انظروا كيف اني تغلبت، كيف انني تغلبت على هذه الاسرة وجررتها الى ما نريد. هذا المنطق لا يعرفه الاسلام اطلاقا بشكل من الاشكال. اذا فالمجتمع الاسلامي لا يشترط ان يكون كل افراده مسلمين، لكن المهم ان الاسلام هو الذي يهيمن، لان هذه التعاليم تعاليم اسلامية، والاسلام عندما يهيمن تجد ان للاسلام صدرا واسعا واسعا يتسع بالرحمة والرأفة لكل افراد هذا المجتمع من مسلمين وغير مسلمين، لكن الشرط ان يكون النظام المهيمن هو النظام الاسلامي. فبالنظام الاسلامي تشيع نبضات الرحمة بين افراد هذا المجتمع، لكن لو لم يكن النظام نظاما اسلاميا ولو لم يربى المسلمون على الاسلام وعلى الاخلاق الاسلامية، من اين تأتي هذه الرحمة؟ لا تأتي. بدلا من الايثار تشيع الاثرة، وبدلا من التضحية تشيع الانانية، كما ترون الان في مجتمعاتنا التي تغطى بقشرة الاسلام، وعندما تنظر الى اللباب تجد ان اللباب بعيد عن الاسلام والاسلام بعيد عنه، والا لو كان الاسلام فعالا في مجتمعاتنا لما تفرقنا ولما تشتتنا. نعم العناوين عناوين اسلامية، ولكن اين هو الاسلام الحقيقي؟ لو كان الاسلام موجودا لتراحمت الامة، وعندما تتراحم الأمة يرحمها الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها أيها الإخوة. نحن ولله الحمد نتمتع في هذه البلدة على مستوى الأفراد بقدر كبير من الصدق مع الله، وبقدر كبير من الوعي، وعي الإسلامي الجامع. لذلك ولله الحمد أسباب التفرق الفكرية المذهبية ضئيلة، أقول لا أقول مفقودة، ضئيلة بالنسبة لمجتمعاتنا، بالنسبة للمجتمعات الأخرى ضئيلة جدا. لكن أقولها بصراحة، بيننا أناس عندما يشردون عن صراط الله لا يكتفون بأن يشردوا بالسلوك فقط، وإنما يضيفون إلى شرود السلوك، يعني يضيفون الى الفسق الاستكبار على الله والاستكبار على دين الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، يعني ينطبق على مجتمعنا ما يقال عن بعض الناس ان تقيهم تقي وشقيهم شقي، هكذا. نعم نحن
نسأل الله عن أن يهدي هؤلاء الإخوة. قلت وأقولها دائما دائما دائما، المعصية وحدها لا تحجب الإنسان عن الله. متى تظهر رحمة الله إن لم تظهر بالعصاة؟ لكن الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله كبره عناده. وددت لو أن صلاة استسقاء عقدت في هذه البلدة تماما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل. وكم حاولت وكم اتصلت وكم قلت. لكن انظروا أيها الإخوة، أنا كنت في المغرب، والمغرب أيضا كان يعاني كما نعاني من شح في الأمطار في المطر، من أول الشتاء إلى أوائل هذا الشهر المبارك، إلى أول هذا الشهر المبارك لا مطر. كنت يوم الخميس قد وصلت إلى الرباط إلى المغرب، أجهزة الإعلام كلها أعلنت عن ضرورة خروج الأمة كلها إلى صلاة الاستسقاء في اليوم الثاني يوم الجمعة في الساعة 8:30 إلى المصلى، مصلى خارج البلد. ويوم الجمعة زحفت الأمة، الوزراء، الضباط، المسؤولون كلهم لصلاة الاستسقاء كما علمنا رسول الله، وبثياب بذلة. أجل، وقدموا أمامهم الأطفال شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وضجوا بالدعاء، والأطفال يدعون والكل يدعون. جاء يوم السبت ويوم الأحد وقال الله لهم تفضلوا خذوا. يوم الاثنين هطلت أمطار غزيرة وعجيبة على مستوى المملكة كلها. صلاة الاستسقاء ما كانت في بلدة واحدة، في كل بلد، وفي كل بلد في مصلى. المغرب كشعب في معاصي، في فسق، في نوع من التفلت، لكن تفلت سلوكي. عندما تعز فؤاد واحد منهم يقول أنا عبد لله، أنا ضعيف، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوبة، لا يوجد استكبار على الله. ولذلك عندما يدعي إلى صلاة الاستسقاء ولعوا جميعا، وقال لهم الله خذوا. يوم الاثنين كنت أنا هناك، الأمطار كانت تعمي بشكل عجيب، والكل يحمد الله سبحانه وتعالى. هنا عندما عطلت الأمطار مع دخول شهر رمضان المبارك، رأيت من يقول ويكتب إن وزارة الزراعة استمطرت عن طريق قنابل أو كذا، استمطرت الغيوم فحطلت الأمطار. ولعلكم قرأتم شيء من هذا الذي كتب. نعم، أين كانت هذه الوسائل التقنية نائمة في الأشهر الثلاثة التي كنا نختنق فيها؟ لماذا لم تستمطر الغيوم؟ كانت تمر الغيوم كلها متراكمة والجوجو ماطر فلا تهم الأمطار. وكم أذاعت الأرصاد أن الفرصة سامحة لنزول أمطار سخية وستأتي الأمطار وكذا كذا، وسمعنا هذا، وجاءت الغيوم فعلا ونزلت إلى المستوى الملازم، وكانت الرطوبة النسمية موجودة، الشروط العلمية كلها موجودة للإمطار، وما نزلت الأمطار. لماذا لم يكن هنالك الاستمطار بذلك الوقت خلال الأشهر الثلاثة؟ بعد أن أكرمنا الله لكي نقطع الصلة ما بين هذه النعمة والمنعم جل جلاله، نقول المنة لوزارة الزراعة التي فعلت. أين من هو؟ أنا أتحدى أين هذه التقنية التي نتمتع بها والتي هي التي أنزلت الأمطار غصبا عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ روسيا عانت من الجفاف سنوات طوالة، يبدو أننا أكثر تقدما منها، ولم تستطع أن تستمطر بالوسائل التي
يدعى أنها هي التي أنزلت الأمطار لدينا. وغير روسيا، أمريكا فيها أماكن إلى الآن تعاني من جفاف قتال، فلماذا لا يتم الاستمطار؟ هذا ما أعنيه عندما أقول أيها الإخوة، نحن وعينا الإسلاميين يسبق البلاد الأخرى، والالتزام الإسلامي ولله الحمد جيد، والتضامن الإسلامي جيد، لكن عندما تجد تنظر إلى الشاردين عن دين الله عز وجل والبعيدين عن دين الله عز وجل لا تجد أنهم مجرد تائهين، لا تجد أنهم مجرد فاسقين، تجد أن في قلوبهم شيء ضد دين الله سبحانه وتعالى. نعم، بلغني أن هنالك من يسخر من صلاة الاستسقاء، يسخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الإخوة وأن ينبههم إلى حقيقة هوياتهم. نحن عبيد، عبيد لله عز وجل أيها الإخوة. الإنسان الذي يريد أن يتكبر على الله ينبغي أن يضمن استمراره على هذا التكبر. هذا الشرط دائما أنا أقوله، كن متكبرا حقا وأهنئك بكبريائك، ولكي تكون متكبرا حقا أرني كبرياءك عندما يذهب شبابك وتأتي الكهولة وتذهب الكهولة وتأتي الشيخوخة، وأجدك وقد تقوست قامتك وغابت عافيتك وشممت رائحة الموت وجاءك الموت، أرني كبرياءك في ذلك الوقت، أرني كبرياءك وأنت ترحل إلى الله عز وجل. لماذا يتكبر الإنسان وهو يعلم أنه بعد قليل سيصحو من سكر كبريائه؟ لماذا؟ لماذا يتكبر؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى أقول والله إن الإنسان لا، إن الله غفور وإن الله رحيم وإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط واحد، أن لا يكون الإنسان العاصي متكبرا على الله، أن لا يكون الإنسان العاصي متكبر على الله سبحانه وتعالى. والله يقول لعباده جميعا مرحبا بعبادي أيا كانوا. والباري عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، وكم ذكرنا الأحاديث التي تدل على مغفرة الله للعبد، لكن الإنسان الذي يتكبر على الله ويسخر بدين الله سبحانه وتعالى ولا ويأبى أن يطعطئ رأسه شكرا لله عز وجل على نعمه وآلائه، هذا الإنسان محجوب ومحجوب ومحجوب عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأمطار السخية التي جاءت بعد أن كدنا نيأس، والمتوقع شهر رمضان شهر كرم شهر رحمة، لا شك في هذا ولا ريب، مفروض أن تلهج الألسن كلها شكرا لله، حمدا لله، ثناء على الله، كلها بكل الوسائل بكل السبل بكلها بكلها، لك الحمد يا رب أن أكرمتنا بهذه السقيا. بدلا من هذا يأتي من يقول والله بفضل الاستمطار نزلت هذه الأمطار. مع هذا فالله سبحانه وتعالى كريم، وكما أن الله يغفر ذنوب العاصين فالله أيضا يهدي التائهين، وهؤلاء إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يشرق قلوبهم بنور الهداية وأن يحطم كبرياءهم وأن يعرفهم على حقيقة هوياتهم عبيدا عبيدا لله سبحانه وتعالى، مملوكين لله عز وجل. قال قائل أو قال قائلون إن حديث الأربعاء الفائت كان فيه نوع من التضرع لله سبحانه وتعالى أن يعني يسقينا الغيث، فجاء بعد ذلك الغيث يهمي. لكي أضع النقاط على الحروف أقول الموضوع ليس بسبب كلامي ودعائي، هذا الكلام مسجل قبل رمضان، ولكن عندما بث ودخل هذا الحديث بيوت الناس لا أشك أن كثيرين هم الذين وقفوا يؤمنون، بفضل تأمين هؤلاء الصالحين استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء.
آلاف 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 الناس سمعوا، ولا شك أنهم تأثروا وأمنوا واستغفروا. أنا قلت يا جماعة استغفروا ربكم، خلينا نتوب وخلينا نرجع نستقيم مع ربنا ونعاد، أنه خلاص ما عندنا شيء، جهد الاستطاعة ونتراحم والله سبحانه وتعالى بيرحمنا. أنا لا أشك أن كثيرا من الرجال وكثيرا من النساء وكثير كثير تابوا واستغفروا الله وتأثروا، فبفضل استغفار هؤلاء المستغفرين أكرم الله سبحانه وتعالى، لا أشك في هذا ولا ريب. وإلا فقد ورد عن رسول الله أنه قال: يأتي على الناس زمن يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. لماذا؟ لأنه عندما يدعو لخاصة نفسه يستطيع أن يحقق شروط الاستجابة، قبل أن يدعو يتوب، قبل أن يدعو يعيد الحقوق إلى أصحابها ثم يدعو يستجيبه الله. لكن أنا إذا دعوت لعامة المسلمين، وعامة المسلمين فيهم من لم يتوب، فيهم من لم يرد الحقوق إلى أصحابها، فيهم من لم يستغفر الله عز وجل، يأتي ملك يقول لي: ادع لنفسك ودع هؤلاء الآخرين حتى يؤوبوا إلى ربهم. فأنا عندما دعوت لم يستجاب دعائي، لكن عندما صادف هذه الآلاف المؤلفة الذين أمنوا واستغفروا فعلا وتابوا فعلا، وأنا واثق أن كثيرين منهم تابوا وكثيرين استغفروا وكثيرين رجعوا إلى الله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى استجاب وقال: ربكم ادعوني استجب لكم. أنا أغلط هؤلاء الآخرين، وأنا أعلم المغرب فيه شروط عن صراط الله على مستوى السلوك، لكن أغلطهم على صدق عبوديتهم لله، أغلطهم كيف خرجوا أذلاء، كل المستويات كل المستويات أذلاء لله سبحانه وتعالى، في باكين في متضرعين، الأطفال يلهجون بالدعاء: اللهم اسق عبادك، اللهم أحي بهيمتك، اللهم انشر رحمتك، كلهم يدعون، أطفال صغار صغار، نعم نساء. أنا أغلطهم وأقول كان ينبغي أن يكونوا هم مقتدين بنا لا أن نكون نحن مقتدين بهم. فالشام هي بلد الالتزام، بلد الإسلام، بلد الوعي، بلد العلم، بلد الثقافة، يحج إليها لدراسة الشريعة الإسلامية، لدراسة الإسلام، لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى. نعم تمر هذه الأشهر كلها ونمر بهذا الجو الخانق، ونذكر 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 بصلاة الاستسقاء على النحو الذي علمنا إياه رسول الله، فلا تتحقق صلاة الاستسقاء في المساجد هكذا، يعني عبارة عن حفناتنا حفناتنا، ليست هي صلاة الاستسقاء، ليست هي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أعود فأقول هذه الأحاديث التي يذكرها لنا رسول الله كلها يصب في التراحم، والتراحم هي خميرة اللقاء والتآلف، ومن ثم الوحدة والتضامن. لا يمكن لأمة لا تتراحم أن تتحد، ولا يمكن لأمة تتراحم أن يشيع فيما بينها الشقاق أبدا. وإذا كنتم ترون حال هذه الأمة التي أصبح يضرب المثل فيها بالشقاق والتفرق، فلتعلموا أن سبب ذلك غياب التراحم مما بينها. ولم يغيب التراحم إلا عندما غاب الوازع الإسلامي، الوازع الإسلامي على مستوى العالم العربي والإسلامي أجمع. وإلا فمن ذا الذي يتصور أن هذه المعاناة التي أصابت المسلمين اليوم كان يمكن أن تصيبها لو أن هذه الأمة كانت متحدة، لو كانت الأمة، لا أقول الأمة الإسلامية، لا الأمة العربية يكفي، الأمة العربية لو كانت متحدة الاتحاد الكافي، هل كانت أمريكا تستطيع أن تفعل هذا الذي فعلته؟ ثم إننا نرى بأم أعيننا الخطة واضحة، الطفل أصبح يعرف
الهدف إفقار المنطقة كلها، الهدف وضع الأيدي على البقية الباقية لهذه الثروات التي في باطن الأرض وظاهر الأرض. أصبح أصلا ثري راحت، أغنياء الأمس أصبحوا فقراء اليوم، السعودية أصبحت مدينة، وهذا شيء معروف، والكل وهذا كله يهدف إلى عودة الاستعمار إلى هذه المنطقة، والنظام العالم الجديد يكون هو المهيمن عن طريق أمريكا، وهذا العالم كله يصبح عبارة عن أداة طيعة لما يريده ذلك العدو للإسلام والمسلم. طيب نحن نرى بأعيننا هذا وندرك أبعاد هذه الخطة، ومع ذلك فالرؤوس متأطئة. لماذا؟ لأننا رضينا بالتفرق. لما رضينا بالتفرق كل النتائج المرضية السيئة جاءت من وراء ذلك، والتفرق بيدنا تم لا بيد غيرنا. يخطئ من يقول العدو فرض علينا التفرق. العدو يمكن أن يستلب مالك، ممكن العدو ممكن أن يجردك من ثيابك، ممكن العدو ممكن أن يخرجك من دارك، ممكن العدو أن يهدم دارك كما تهدم الديور الآن، شيء يعني يمزق القلب، نعم كل هذا ممكن، لكن والله لا يستطيع العدو أن يدخل إلى قلبك لينزيل محبتك لأخيك، لينزيل علاقة الألفة والود ما بينك وبين أخيك. ممكن؟ لا يمكن. عندما يقرر الإخوة أن يكونوا متآلفين متحابين متضامنين، ماذا يصنع العدو؟ القلب بيد الله، ليس بيد زيد ولا بيد عمر، لا يستطيع. فلنفرض أن العدو حاول أن يشتت يمزق شمل هذه الأمة وهي متحابة، لا يستطيع. لكن ما الذي حصل؟ هذه الأمة بدلا من أن يكون فؤاد أفرادها وعاء للإيمان للإسلام لمحبة الله، أصبحت أفئدتها وعاء لمحبة الدنيا لمحبة المال لمحبة الزعامة. يعد العدو بهذه الورقة. عندما يكون هؤلاء الإخوة أفئدتها متجهة إلى الكنز الذي أمامهم يتسابقون على هذا الكنز، عندما يتسابقون على هذا الكنز تشيع البغضاء فيما بينهم، هذا يحاول أن يزاحم صاحبه، الآخر يحاول أن يزاحم، الثالث يحاول أن يزاحم، يشيع البغضاء فيما بينهم، وهكذا تتقطع الصلات، والكنز لا يأخذه أخيرا لا هذا ولا هذا ولا ذاك. هذا الذي حصل. لو كانت أفئدتنا أوعية لمحبة الله لإسلامنا إذن لما تزاحمنا على الدنيا، ومن ثم لا يستطيع العدو أن يلعب بهذه الورقة إطلاقا بشكل من الأشكال أبدا، وعندئذ كنوزنا تبقى بيدنا لأن وحدتنا حصن لها. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي رأى هذا الواقع بأم عينيه، أقول أراه الله ذلك كما لا نعلم، قال والله والفقراء أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتحت علينا الدنيا، لو فتحت علينا الدنيا كما فتحت على ذلك الرعي لا إشكال، كنا تمتعنا بالدنيا وقلوبنا مربوطة بالله ولا أحد يستطيع أن يدنو إليها بأي سوء. لكن لما فتحت علينا الدنيا سال لعابنا عليها وفرغنا قلوبنا من حب الله وملأنا هذه القلوب بمحبة هذه الدنيا. طيب لما ملأنا قلوبنا بمحبة هذه الدنيا استطاع العدو أن يلعب دوره. الجار خاف من جاره على ماله كما حصل في الخليج، نعم هذا يخشى وذاك يخشى والآخر ينافس، لجأ الجميع إلى العدو والعدو تدخل وحصل ما حصل، وهذا الظلام الذي وقع لا ندري أي ظلام ينتظرنا من بعده. أيها الإخوة، ترى هل سيكتب الله من هذه الوقائع التي تلهب ظهورنا بسياط الذل
هل سيكتب الله لنا من ذلك درسا؟ هل سيوقظ هذا الدرس قادة العالم العربي والإسلامي ليعودوا فيتضامنوا؟ وهذا ما يستطيعون أن يفعلوا، لا يستطيع غيرهم أن يتدخل في هذه الحالة. هل سيتلقون من ذلك هذا الدرس ويعودون إلى الوئام وإلى التضامن وإلى الوحدة الحقيقية كاستراتيجية لا كتكتيك، من أجل مصالح دابرة وعاجلة وعرضة؟ لا، إن الباب لا يزال مفتوحا والفرصة لا تزال سامحة. إن كتب الله لهم ذلك، والله لن تستطيع أمريكا إلا أن تعود إلى بلدها وقد جرت أذيال الخيبة والخسران. ولكن إذا تحول التفرق إلى مزيد من التفرق ومزيد من الشتات فلننتظر مزيدا من الآلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأمة وأن يهدي كل من في هذه البلدة وأن يدخل الهداية والإيمان في قلوب إخواننا جميعا التائهين والفاسقين والمستكبرين على الله. والحمد لله رب العالمين.